ياسمين بنت مصرية بدوية من قرية الروضة، ومين فينا ما يفتكرش الحادث الإرهابي الخسيس اللي كان في مسجد الروضة واللي استهدف المصلين وهم بيأدوا فرض ربنا في بيت من بيوت ربنا. ياسمين وأسرتها عندها تجربة خاصة بيها. عرفي نفسك يا ياسمين واحكي حكايتك. أنا بنت بدوية من سينا، بنت زي أي بنت عادية، اتربيت في ظل عيلة بتعشق تراب بلدنا. في يوم من الأيام وأنا راجعة أنا وراني أختي من المدرسة، كنا ماشيين على أرض سينا، شافونا الإرهابيين ضربوا علينا نار، الرصاصة جت في دماغ راني أختي، راني أختي وقعت على الأرض، جالها تهتك في المخ ونزيف في جمجمة المخ، إحساس صعب أوصفه لأي حد. في اللحظة دي حسيت إن قلبي اتكسر وقلبي اتوجع، إن أختي تموت قدام عينيا، ومن مين؟ من إرهابيين. حسبي الله ونعم الوكيل. فضلت أيام وشهور وأنا صورة رانيا ما بفترقش خيالي، كتب رانيا اتغرقت بالدم اللي كنا شايلينها بإيدينا، كتب رانيا محتفظة بيها لحد النهاردة، وهوريها لولادي وولاد ولادي علشان أعرفهم الإرهاب وأعداء بلادي عملوا فينا إيه، والوجع الكبير اللي سببه لنا ونفضل عايشين بيه طول عمرنا. لحد عدت الأيام، لحد لما جه علينا يوم مين في العالم يقدر ينساه، يوم حادثة مسجد الروضة 24/11/2017 الساعة 11:55 دقيقة الظهر. اتفاجئنا لأن الإرهابيين داخلين علينا في القرية، ضربوا نار كتير، دخلوا على مسجد ربنا، قتلوا كل المصلين والكبار والصغار والشيوخ بكل وحشية وانتقام وقلب أعمى، دخلوا علينا بيوتنا، قتلوا الولاد قدام عينيا. مستحملتش، حطيت إيدي على عينيا وقعت على الأرض. لما فتحت عينيا لقيت الولاد ميتين حواليا، لقيت الدم في كل مكان في بيتنا. طلعت برا، دخلت على جيراني لقيتهم ميتين، لأهلي لقيتهم ميتين، مدرسيني لقيتهم ميتين، الموت في كل مكان، الشهداء في كل مكان في القرية. حسبي الله ونعم الوكيل. أي قلب وأي حق وأي ضمير يسمح لإنسان أن يقتل مصلين كبار وصغار وشيوخ وأطفال؟ تقتل عيلتي وأهلي وقرايبي وإخواتي قدام عينيا بأي حق وبأي قلب وبأي ضمير؟ بعد كل ده أحرمنا من أعز حبيبنا، فضلنا عايشين بجرحنا، كل يوم بنفتكر ونحتسب عند ربنا شهدائنا. بعد كل ده الإرهاب ما قدرش يكسرني، بالعكس بكل فخر وعزيمة الإرهاب أواني، وتاني سنة بالظبط قررت أرجع حق أهلي بالعلم، وحصلت على المركز الأول على شعبة علم علوم مدرسة الروضة الثانوية، وبوسينة أختي حصلت على المركز الأول على شعبة علم رياضة مدرسة الروضة الثانوية، دخلت كلية الصيدلة ودخلت بروجرام التغذية العلاجية، وبوسينة دخلت كلية الهندسة وإن شاء الله هبقى دكتورة، وبوسينة أختي هتبقى مهندسة معمارية، وهنعمر سينا وهنخدم أهلنا في سينا وأهلنا أهل مصر الطيبين إيد بإيد وقلب بقلب، وهنعدي بلدنا لبر الأمان. وسيادتك يا ريس بكل فخر مشكورا كرمت والدتي السنة دي عام 2021 الأم المثالية على مستوى محافظة شمال سيناء. حسيت يا سيادة الرئيس إن ده تكريم من أب غالي قوي عليا، حسيت بفخر، كنت مبسوطة قوي من جوايا، حسيت إن حضرتك بتطبطب عليا وبتحضن وجعي وألمي وفرحتي اللي خطفها مني الإرهاب. بالمناسبة دي بشكر جيشنا وشرطتنا البسلة
اللي وفروا لنا الأمان على أرض سيناء، والحمد لله فضل قيادتنا السياسية وسيادة الرئيس، تضحيات شهدائنا، الوضع في سيناء بقى أفضل بكتير، بقى كويس قوي، بقينا عايشين في أمان واطمئنان. أنا كل ما أشوف الأفرول على أرض سيناء بشوف فيه، بحس فيه الراحة والأمان والسعادة، إحساس ما أقدرش أوصفه لأي حد، إحساس جميل قوي. كنت لما بشوف الأفرول كنا بنغني له ونقول: جيشنا وحبيبي وأفرولك حياتي، رسمتك بقلبي في صفحة بلادي، وأقولها بقلبي وغني وعلي، بحبك بحبك يا جيشنا يا غالي. أنا بحب حضرتك قوي يا سيادة الرئيس، بحبك كتير، وبحب جيشنا، وبحب شرطتنا، وبحب بلدنا قوي، ويا رب كلنا نعيش في أمان وسلام، ويا رب يا رب ما أشوفش مصر من غيرك يا سيادة الرئيس، وربنا يا رب يطول لنا في عمرك، ونعيش في ظلك وفي عهدك طول ما احنا عايشين يا رب. يا رب ياسمين، يا رب يسمع منك كل اللي قلتيه. الحقيقة اللي انتي مريتي بيه مش انتي بس، انتي وكل أهل قريتك، من أصعب المواقف اللي ممكن تمر على أي بني آدم في الحياة، بس كمان ده ما كسركوش وما خلصش عليكم، كملتوا ودخلتي كلية وهتبقي دكتورة، ومكملي وإن شاء الله هنخدم بلدنا طول عمرنا، ولو طال في عمري هشرف اسم مصر في كل مكان وفي كل زمان. يا ربي